عليكم السلام، حياك الله أخي. حياك الله معنا أخي إبراهيم محمد، لو تطلعنا على آخر المستجدات اليوم في درعا وريفة، تفضل. نعم أخي، يستمر الرباط على عدة نقاط في محافظة درعا، سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية أو مدينة درعا. نتكلم عن عدة نقاط واستمرار الرباط لمنع تقدم قوات النظام في محافظة درعا، بدءا من مدينة العنعنة وهي خاصرة مدينة درعا الشرقية، تستمر الشبكات فيها ويستمر منع قوات النظام من التقدم فيها، انتقالا إلى حي طريق السد الذي شهد هجمة عنيفة قبل يومين، وأيضا تمكن المجاهدون من ردع قوات النظام ومنعهم من التقدم إلى الحي المحرر. أيضا حي المنشية والتي وهو آخر معاقل قوات النظام في درعا البلد، قام الثوار باشتباكات عنيفة حصلت هناك على جبهة حي المشية في درعا البلد، انتقالا إلى المنطقة الغربية واستمرار الرباط على التلول التي تم تحريرها في الفترة الأخيرة على يد المجاهدين وأبطال الجيش الحر. أيضا مدينة بصرة الشام تشهد اشتباكات مستمرة، هذه الاشتباكات وهذه المعارك المستمرة على عدة جبهات تسبب حقيقة نوع من الإرهاق للألوية المقاتلة والتي قامت بتحرير هذه المناطق أصلا، مما يستدعي اشتراك الألوية التي لم تشترك فيها عمليات التحرير وفتح جبهات جديدة لكي نشهد مناطق محررة جديدة بإذن الله. النظام لا يستطيع أن يرد على تقدم الجيش الحر واستمرار الرباط ومنعه من التقدم على الأرض إلا بالقصف الطيران المروحي والحربي. حلق اليوم في محافظة درعا وقام بإلقاء عدة براميل وشن عدة غارات موجهة على مناطق في قرى وريف حوران الشرقي والغربي مدينة درعا، تم استهداف أحياء مدينة درعا، تم استهداف مدينة الحراك ومدينة بصرة الحرير ومدينة مسافرة وصيدة في المنطقة الشرقية، أيضا مدينة أنخل تم إلقاء عدة براميل متفجرة عليها ومدينة جاسم وعدة قرى في الريف الغربي. كان معنا الناشط الإعلامي إبراهيم محمد ومراسل شبكة شام الإخبارية من درعا وريفة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. وننتقل الآن إلى مدينة دير الزور وإلى الجبهة الشرقية حيث تدور